المشكل اللي عندنا كموظفين ديال جامعة الدار البيضاء هو المشكل ديال الامتحانات، المشكل ديال الامتحانات اللي ما كاين لا لجنة ديال المراقبة ولا اللجنة ديال اللي يديروها ديال الامتحان ديال الكتابي، ما عطاونا لا كتابي لا نقاط ديال الكتابي ولا شفوي، لا سيما بأن كاين بعض المسؤولين اللي عندهم أيادي خفية في الامتحانات، واحد العدد ديال الناس منهم رؤساء جماعات منهم كتاب عامون منهم رؤساء ديال المصالح. كنت غنذكر الأسماء حتى أنايا، مشيت الصباح وعشية النهار اللي كان الامتحان بان كاين تلاعبات من طرف لا الموظفين ولا المسؤولين اللي كيشرفوا على الامتحان، وهذا الشيء راه ما كيرضي به لا الله ولا عبده، وهذا الشيء راه عار وحشومه على هاد الناس ديال مجلس مدينه الدار البيضاء. انا كنوجه رساله للمسؤولين لا العمده ديال الدار البيضاء ولا الكاتب العام ديال جامعه الدار البيضاء بانهم يديروا واحد توجيهات لهاد الناس ديال الموارد البشريه باش يعطيونا لجنه نشوفوا النقاط ديالنا ونشوفوا المشاكل كامله اللي كتطرح على هاد الناس اللي دوزوا الامتحانات، حتى هاد الناس راه حرام وحشومه عليهم. كاين السيد غيخرج تقاعد نجح في الكتابي ودوز شفوي مزيان في الاخر قالوا لي ترسبتي تسقطي في الامتحان. ها هو كاين النموذج عندنا هو سيد شاوش، كاين ناس ما قارياش قالوا دوزوا امتحان، واحد السيد بصير دوز امتحان معنا منوضينا مع الخمسه الصباح الكليه ديال حسن الثاني يجي دوزوا امتحان، كاين الناس اللي طاحت تما طاحت ما كاين الظلام دوزنا ما كاين مشكل مشينا دوزنا مع الخمسة الصباح نضنا دوزنا امتحان بداو مع تسعود. المهم نجي من برنوصي من اناسي من جميع مقاطعات ديال الدار البيضاء دوزنا الامتحان، داز اون سومين علقوا الكتاب يا الناس اللي نجحات. عاوتاني الشفوي قال لك غنديروا الكوطه باش تحسبوا هذه الكوطه، ديروا لينا كاع قرعه على هذا الحساب، ديروا قرعه وما تظلموا حتى واحد، ماشي غير هذا صاحبي هذا من عائلتي هذا دوزوا لي هذا دوزوا لي، هذا راه حشوم هذا راه عيب وعار، اللهم هذا منكر. انا دوزت امتحان شفوي وقالوا لي الاسئله، قلت داك السؤالات ديالي قلتهم، قال لي شحال عندك ديال الولاد؟ قلت عندي اربعه الولاد مجوز عندي اربعه الولاد، في الاخر ما نجحونيش هذيك الاسئله قلتهم مقادين، قال لي الكاتب العام شكون الرئيس شكون، قلت له انا تندير شاوش وتنطلع تنسخر تندي لهم داك الشيء، قلت الاسماء ديالهم كاملين، هذا هو السؤال.